له من صباح عيد جميل جف شجيرات أو داخل الإطار المتأرجح المعلق أو بين العشب الأخضر الطويل. وما الذي ننتظره؟ فلنفعل هذا. أو لا انظروا، لقد وجدت بيضة نسي الأرنب أن يلونها. ولم أجد بيضة واحدة. في الواقع لا شيء يشير إلى أن أرنب الربيع كان هنا. ما من بيض؟ ما؟ أنا لا أعرف إلى أين نحن ذاهبون. أيعرف أحدكم أين أرنب الربيع؟ في حفرة الأرض؟ أجل، لكن أين؟ يرتدي سترة أو شيئا ما؟ أتخيله نصف إنسان ونصف أرنب، ويبيض بيض الربيع الذي نأكله. وإن كانوا يعرفون مكان الأرنب، من يضمن أن يتكلموا؟ سيتكلمون. أعتقد أن تلك الأسهم ستؤثر فينا فعلاً. أعني انظر إلى سايبورغ، إنه كبير جداً إلى المنزل. لكن من يرغب في ذلك بوجود هذه الوجوه الجميلة؟ قليلاً لو سمحت يا رئيس الولايات المتحدة واشنطن. لتكن إحدانا لطيفة والأخرى قاسية. موافقة. أيها الديك الرومي، هل رأيت هذا الأرنب؟ أوه؟ لقد حان الوقت. كل ما عرفناه أننا أصدقاء مقربون. أوصلنا إلى نهاية مسدودة؟ لقد كانت عملية الاستجواب فاشلة جدا. بصراحة أنا لست متفاجئا. لنبقي هذا الأمر سرا بيننا. سمعت أنه لا، نحن لا نعرف. تعرفون؟ لا، نحن لا نعرف. تعرفون؟ لكنك مشغول في صنع ألعاب. صحيح صحيح، تحل الأعياد باكرا كل عام، لكن ما يفطر قلب سانتا. الكثير من حلوى الربيع. سأكل أرنب الربيع بالشوكولاتة. وأنا أيضا سأكل معك أرنب الربيع. سايبورغ، ستار فاير، توقفا عن أكل أرنب الربيع هذا. سنعود في الحال إلى القطب الشمالي. تماماً كما ظننت، لقد أفسد الأعياد كلها ليكون هو المسيطر. أم الرئيس، يوم الشجرة، عيد العمال، عيد الاستقلال، بالإضافة إلى العيد المعروف بالأزياء والحلوى اللذيذة. لا يمكن لفريقكم أن يتغلب علي. لنحرر الجميع. أوه، عيدا سعيدا للجميع.